حالة من الاستقرار تشهدها أسعار اللحوم منذ شهرين بعد انخفاضها 15 جنيها وسط ركود الأسواق، لتتراوح الأسعار بين 100 و 150 جنيها وفقا للنوع. أمال عريضة تعول على إحياء مشروع البتيلو بعد توقف دام 13 عام، وتستهدف وزارة الزراعة توفير كميات كبيرة من اللحوم في السوق المحلية لمواجهة ارتفاع الأسعار الذي شهدته الأسعار خلال المرحلة الماضية. وتبلغ القيمة الإجمالية لتمويل المشروع 300 مليون جنيه بحد أقصى 400 ألف جنيه لصغار المربين ومليوني جنيه للشركات والجمعيات بفائدة متناقصة نسبتها 5%. 10 شروط حددتها وزارة الزراعة للحصول على القروض، من بينها أن يكون المنتفع مقيما في مكان مزاولة نشاط التربية، وأن تكون لديه إدارة تتولى إدارة المشروع باستمرارية، هذا إضافة إلى حظر استخدام ما تم منحه من تسهيلات ائتمانية في ربط ودائع أو أي صور أخرى من صور الادخار. مطالب عدة بضرورة التوسع في زراعة الفول الصويا والذرة الصفراء والقمح، والتي تعد من أهم المحاصيل التي يعتمد عليها في تربية الماشية، خاصة أنه يتم استيراد أغلب الاحتياجات. وتتصاعد التوقعات بجني السوق النتائج النهائية لمشروع إحياء البتيلو بعد 3 سنوات عقب التطبيق، إلا أن هناك نتائج طفيفة ستلمسها السوق مع رمضان المقبل. أهلا وسهلا بحضراتكم مرة تانية. ده كان تقرير عن موضوع اللحوم. هنتكلم عن الموضوع ده، هنتكلم عن مشروع البتيلو، هنتكلم على ما تم إنجازه، هنتكلم على الأرقام اللي عندنا الرسمية والأرقام اللي هنعرفها من الأستاذ برعي أبو المجد، وهو أحد المستثمرين في الثروة الحيوانية. حاج برعي أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا. إحنا بنتكلم على مشروع بتيلو، بنتكلم على حجم لحوم نزل في الأسواق كبير جدا، بنتكلم على أسعار انخفضت ولكنها حتى الآن عالية جدا. تمام. بالنسبة للمستهلكين. تمام. إيه الحكاية؟ مين اللي مسيطر بقى على السودة؟ مين اللي مش عايز ينزل الأسعار؟ هقول لحضرتك. أولا بداية أنا بشكر حضرتك وأسرة البرنامج على الاهتمام الكبير في موضوع يمس كل مواطن مصري. صحيح. أنا جيت لحضرتك هنا في سنة 2016 شهر 9. أيوه. كان في برنامج وكنا بنتكلم في نفس الموضوع، وطلعنا بمجموعة نقط وكانت توصيات مهمة تقريبا اتنفذ منها حوالي 90% من التوصيات اللي احنا قلناها. من التوصيات، وسعادتك وعدتني يومها قلت أنا ورا الموضوع طالما ان الحل موجود في ايد المسؤولين هنا في مصر. صحيح. طيب عشان نتكلم بقى في الموضوع باستفاضه شويه، عاوزين نشوف حجم الاستهلاك المحلي قد ايه، نشوف العجز قد ايه، نشوف بنستورد من مصر قد ايه، نبدا في الموضوع من البدايه ونجيبه من سنه 83. في سنه 83 وزاره الزراعه عملت المشروع القومي لتربية البتيلو. بدأت في سنة 83 ب 15,000 رأس عجل بتيلو. في سنة 90 انتهى المشروع في سنة 90 ب 275,000 رأس. بدأنا ب 15,000 رأس في سنة 83، انتهينا ب 275,000 رأس في سنة 90. في سنة 87 و88 و89 و90 أو الثلاث سنين تحديدا الأخرانيين من 97 ل 90 كان مصر فيها اكتفاء ذاتي من اللحوم. من 97 من 7 من 7 من 87 ل 90 من 87 ل 90 مع بدايه سنه 90 وقف المشروع، والفجوه ابتدت تاخد حجم كل يوم اكتر من الثاني. في سنه 2013 صدر قرار من وزير الزراعه، القرار رقم 1931 بمنع ذبح البتيلو، ولكن للأسف القرار ما تنفسي. ليه القرار صدر وليه ما تنفسي؟ القرار صدر لأن هو كراجل مسؤول شايف الفجوة الكبيرة اللي موجودة، وكل مواطن مصري حاسس بالأسعار. يعني على سبيل المثال، تعداد الثروة الحيوانية في مصر في سنة 2010 كانت 11 مليون رأس ماشية، عبارة عن أبقار وجاموس بالإضافة للأغنام والماعز. الأغنام والماعز 5 مليون، الأغنام حوالي 5 مليون و2 من عشرة، الماعز 4.4 من عشرة.
تمام. لكن البقر والجاموس اللي هو مصدر الثروه او اللحوم الحمراء في مصر تحديدا كانوا 11 مليون. جينا في سنه 2012 اجتاح مرض الحمى القلاعيه وقضى على نسبه كبيره جدا وحصل نسبه نفاق عاليه جدا. وصلنا في سنه 2013 و2014 من 11 مليون ل 8.8 مليون. والازمه تنتها شغاله بالشكل ده الى ان صدر القرار رقم 72 في سنة 2017 بمنع ذبح البتلو. منح في 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 2017 لما صدر القرار ده ابتدت عدة إجراءات الحكومة تاخدها لتنفيذ القرار فعلا. صدر قرار بعدها على طول برضه من السيد وزير الزراعة رقم 546 لسنة 2017 بتشكيل مجلس إدارة المشروع القومي لإحياء البتلو. وتم بالفعل تشكيل مجلس الإدارة، وابتدى بنك التنمية والائتمان الزراعي في مراحل تنفيذه في 23/7/2017. الصندوق الزراعي أو البنك الزراعي ابتدى يحدد أعداد المستفيدين. الأول هو طرح أو خصص 300 مليون جنيه على 3 مراحل. بالفعل تم تنفيذ المرحلة الأولانية من 300 مليون وهم حوالي 100 مليون جنيه. استفاد 619 من 100 مليون، 619 فلاح أو من المستهدفين من التربية اشترى، تم شراء 8055 رأس. 619 بس اللي استفادوا؟ بس واحنا 619 فلاح، 619 فلاح دول اللي استفادوا، دول من استفادوا اول 100 مليون، بالاول مليون، بال100 مليون الاولانيين، بال100 مليون. لان هو البنك حدد قد ايه، حدد 10000 جنيه للراس، شراء الراس، و5000 جنيه للتغذيه. دي المرحله الاولانيه وخلصت. وليها حد اقصى يعني ما تقدرش تجيب اكتر من 20 راس؟ طبعا المستفيد رأس. المستفيد من هم في فئتين، اتنين مستفيدين او هم عاملين مرحله مجموعتين للاستفادة، مجموعة شباب الخريجين وصغار المربيين بحد أقصى 400,000 جنيه للفرد. المجموعة التانية اللي هم الشركات والجمعيات، دول لغاية 2 مليون جنيه، حد أقصى 2 مليون جنيه. بس دول ليهم اشتراطات، لازم يبقى ليه ترخيص ومكان. ليه ترخيص والكلام ده، لأن برضه في حاجة، في مشكلة هنا في مصر برضه، إن عدد المزارع مقارنة بحجم عدد السكان بسيط جدا. يعني احنا عندنا 8055 مزرعة او 8050 مزرعة، مزرعة مواشي على مستوى الجمهورية في مقابل 100 مليون. فالرقم بسيط جدا، يعني المفروض ان الحكومة تهتم. وحتى حجم الروس يعني برضو ال 11 مليون لما تيجي تقارن على التعداد السكاني، فانت لا انت محتاج، لا انت محتاج. هو في سنة 2014 مصر كان بتحتاج 930 الف طن للاستهلاك المحلي. 930 الف طن ده اللي هم كام راس؟ 900، لا ده لحوم بكي، 930 مش بكي. مصر كان بتحتاج 930 الف طن. ده في 2000، في سنة 2014 14. في سنة 2014 930 الف طن. مصر كان بتنتج قد ايه من 930 الف؟ كان بتنتج 390 الف طن، وبنستورد حوالي 250 الف طن، عبارة عن لحوم مجمدة ولحوم حية بتندبح هنا في مصر. فعندك فجوة لسه؟ في فجوة، تمام. الفجوة تنتها شغالة لغاية ما صدر القرار ده. القرار اللي هو صدر في سنة 2017 وقرار طبعا متأخر، لكن وفر قد ايه؟ كان في 550 الف رأس من العجول بتلو بتندبح سنويا، ده رقم كبير جدا. ال 550 الف دول كانوا يعملوا قد ايه لحمة؟ كانوا يعملوا 27 الف طن. طيب لما ما اندبحوش وفروا لنا قد ايه؟ 148 الف طن. فعملوا عشان بيتكاثر. النسبة الزياده في عدم ذبحهم طلعت كام؟ 5.5%. تمام. مصر بتحتاج دلوقتي قد ايه، او حجم الاستهلاك اللي الشعب المصري محتاجه حوالي 1200 مليون و200 كيلو كيلو في السنه. طيب مصر بتنتج 570 الف طن، بنستورد يعني مليون، يعني 1200 طن. مليون و200، انت بتتكلم كيلو. مليون و200 الف
طن، مليون طن، مليون طن مش كيلو. لا مش كيلو، مليون و200 الف طن. اوف. وعندنا منه قد ايه دلوقتي؟ بننتج، مصر بتنتج 570 الف طن، 570 الف طن دلوقتي. طيب دلوقتي بنستورد ده غير البتلو، ده كل انتاجنا. انتاجنا لسه مشروع البتلو بادئ 2017. بدايته في 2000 في 7 2000 في نهايه 7 2017. لسه انتاجه، لكن انت المستهدف منه او اللي بقول لحضرتك عليه ده هو اللي هيوفر لنا الكميه اللي بقول لحضرتك عليها، اللي هي مليون و200 الف طن. طيب احنا بنستورد قد ايه في الوقت الحالي؟ 446 الف طن. تمام. احنا وصلنا، بدل ما كنا الفجوه كانت حوالي 60% في سنه 2014 و2015، لا النهارده الفجوه قلت وبقينا فعلا حوالي يعني تقريبا 45-50% بنستورد 45-50% من استهلاك المحل اللحوم. تمام. فالموضوع كبير، الموضوع كبير وفي عوائق لازم نحلها زي ما قعدت مع حضرتك. طب 45-50% الفجوه دي اللي هو بين اللي احنا بننتجه واللي احنا بنستورده وبالنسبه للطلب. تمام. يعني احنا عندنا، احنا بننتج وبنستورد وفي فجوه لسه عندنا، في فجوة 50%. لا ما انا هقول لحضرتك احنا بننتج قد ايه. بننتج 570 الف. 570 الف طن. بنستورد قد ايه؟ 446 الف طن. احنا بنحتاج قد ايه؟ مليون طن و200 الف. تمام. الفجوه بقت بسيطه قوي. طيب الفجوه مش 45-50%. لا مش 45. ده انا بقول لحضرتك ان احنا النهارده بدل ما كنا بنستورد 60% من احتياجاتنا، لا النهارده بنستورد 50% بس. تمام. واحنا بنتكلم في كام شهر بصوت. تمام. الموضوع ما هو صعب، ولكن احنا محتاجين فيه جديه ومحتاجين فيه تعاون مع المسؤولين. طيب احنا بقى في عوائق موجوده طبعا، احنا محتاجين ايه؟ هو ده اللي هنتكلم فيه في الفقره القادمه مع السيد برعي ابو المجد، احد المستثمرين في الثروه الحيوانيه. فخليكم في سوق. اهلا وسهلا بحضراتكم مرة تانية. مشروع البتلو والهدف بالوصول بالثروة الحيوانية بما يتماشى مع متطلبات السوق المصري هو موضوعنا النهاردة. ضيفنا وضيفكم السيد الأستاذ برعي أبو المجد، أحد المستثمرين في الثروة الحيوانية. حاج برعي أهلا وسهلا بحضرتك مرة تانية. أهلا بحضرتك. دلوقتي حضرتك قلت إن الفجوة قلت مقارنة بقبل كده. النهاردة عشان نوصل لإنهاء الفجوة دي، إيه اللي احنا محتاجينه؟ إيه التحديات اللي بنواجهها ونحلها إزاي؟ تمام. شوف أنا أقول لحضرتك حاجة، أي مشروع علشان ينجح الضمان الفلوس لوحدها ما هوش ضمان لنجاح المشروع. صحيح. تمام. لابد فلوس، تسويق، رعاية. إذا قدرت توفر الكلام ده في أي مشروع يبقى إن شاء الله هينجح. تمام. أما أجي أتكلم على مشروع البتلو بشكل خاص، مشروع البتلو بيقابله عوائق صحية، بيقابله عوائق في التغذية، بيقابله عوائق في إجراءات البنك نفسها. لما أجي أتكلم مش فاهم يعني إيه عوائق صحية. يعني إيه عوائق صحية؟ عوائق صحية من ناحية الطب البيطري، من ناحية الطب. أولا في انواع كتيره من العلاج مش متوفره في الوحدات الصحيه اللي موجوده في القرى. واحيانا في حاجات موجوده في الوحدات الصحيه اغلى من الصيدليه اللي بره. الله. ده حاجه. تاني حاجه بمرض الحمى الكلعيه على سبيل المثال شغال على مدار السنه، كان الاول له موسم بيجي فيه، دلوقتي شغال. طيب. على مدار السنه. خليه بقى هستاذنك حاج برعي، هنطلع بس الامم المتحده في نيويورك، مندوب سوريا بيلقي الكلمه في جلسه مجلس الامن. مؤسساته وتهدد السلم والامن الدوليين. شكرا السيد الرئيس. اشكر ممثل الجمهوريه العربيه السوريه على بيانه. الساده الاعضاء، لا توجد اي اسماء اخرى مدرجه على قائمه المتكلمين. رفعت الجلسة.
نرجع لحديثنا مرة تانية. حضرتك بتقول دلوقتي حاج برعي ان موضوع الوحدات الصحية ما فيهاش الامصال اللي محتاجينها، موضوع الحمى القلعية محتاج ان انت تطعم ثلاث مرات أقل على الاقل، وبيتم تطعيم قد ايه كم مرة؟ لغاية فترة بسيط، لغاية فترة قريبة جدا كان بيطعم مرتين وكان التطعيم بخمسة جنيه. من حوالي من شهر تقريبا من شهر 9 اللي فات ابتدوا يطعمهم ثلاث مرات. طب بس رفع التطعيم بقى من 5 ل 7 ل 10 ونص ل 13 ونص. 13 ونص جنيه للتطعيم الراس الواحدة. بالاضافة لحاجة تانية ان هو عمل التسجيل والتدبيل، تسجيل بيانات الحيوانات وتدبيله على حساب الفلاح او على نفقة الفلاح كمان. طيب لما احط النهاردة تكلفة علاج وفي موضوع مهم زي ده 13 جنيه فانا برفع التكلفة في الاخر يعني. تكلفة عالية جدا، تكلفة عالية جدا. في ادوية كتير مش متوفرة، في امصال كتير مش متوفرة، في حاجات من النواحي الصحية يعني بصراحة يعني احيانا بنوصل لازمات زي ازمة 2012. غير بقى ان مرض الحمى القلعية تحديدا التحصينات اللي موجودة في مصر في مشكلتين فيهم. التحصين اللي موجود مش متوفر فيه علاج لجميع لانواع الاطرات اللي هي تخص المرض. المرض ده فيه تقريبا 7 اطرات، اللي موجود في مصر 4 او 3 انواع بس. بالاضافة ان الازايز اللي بتيجي الوحدة الصحية في الكرة، الازازة بتيجي 150، تحقن 150 عجل، الازازة نقعد الساعتين، نقعد الساعتين اتنين تبوظ بعد كده، فلازم تتحفظ بطريقه معينه. لا مش تتحفظ، لا لازم لازم الماده اللي فيها في خلال ساعتين تخلص. طيب مين اللي عنده مزرعه فيها 150؟ نادر جدا. ننزله بعد فتره 50. طب ليه انت ما بتعمليش ازايز فيها 15 عجل 10 عجول؟ تمام. في حاجات فنيه كده، في حاجات فنيه، لان الدكتور معلش يعني مضطر في الاخر يقول لهم انا طعمت ال 150 عجل. تقعد بقى يوم، تقعد اتنين، هي نعدى عليها ساعتين يعني. في حاجات فنيه صغيره مش هنسمع عنها غير من حد متخصص، وارجو ان الساده المسؤولين يكونوا مهتمين بالتفاصيل الصغيره دي. تمام. وانا عارف ان رئيس الوزراء شخصيا متابع هذا الملف، هو طبعا موضوع في غايه الاهميه. نيجي لموضوع تاني، موضوع التغذيه. موضوع التغذيه لما اجي اتكلم النهارده 70% من غذاء الحيوان بنستورده من بره. عندنا الذره الصفراء، الفول الصويا. مصر بتستورد الذره الصفراء بمليار و600 مليون جنيه سنويا. بس في خطه في وزاره الزراعه انها تزود الرقعه الزراعيه اللي بيتم زراعه الذره الصفراء فيها. تمام تمام. انا بكلمك لحد الوقت اللي احنا فيه دلوقتي 70% من تغذيه الحيوانات في مصر الذره الصفراء والفول الصويا تحديدا بيجوا من بره. مستورد. سعر العمله بتاعك قل، سعر التكلفه بتاعتك بتزيد. التكلفه زادت جدا يعني. ما اتكلم شوف بعد تعويم الجنيه تكلفه تقريبا زادت فوق من 40%، فده رقم كبير جدا. العجل ان كيلو العلف النهارده بيبقى ب 5 جنيه. طيب العجل اللي هو 400 كيلو ياكل له من 8 ل 10 كيلو علف. يبقى يصرف له كام؟ يصرف له 50 جنيه بالاضافه لرعايته الصبحيه والعامل اللي شغال تحته. اما يصرف له كمان 7-8 جنيه على 50 جنيه، والنهارده تبيعه في السوق ب 55 جنيه قايم. يبقى الفلاح بيخسر قد ايه؟ بيخسر له في العجل الواحد حوالي 1500 جنيه، واحيانا اكتر. الحل ايه هنا حاجة؟ الحل هنا انت لازم رقم واحد لازم تدعم للعلف. المشروع ده عشان ينجح تعمل حاجتين اتنين، لان المشروع ده في خلال 3 سنين لو تم تنفيذه صح ونجح صح، في خلال 3 سنين باذن الله مصر مش هتستورد كيلو لحمه من بره. رقم واحد، رقم واحد رعايه صحيه، رقم اتنين وفر لعلف ودعمه. وبعدين ده ماده في الدستور. الدستور بينص في الماده 29 على كده. رقم ثلاثة يا حاج بره. رقم حضرتك قلنا الصحيه، العلف. نيجي عند ميزان العجل مجرد ما يوزن وزنه 300 كيلو الحكومه تستلمه تاني، زي ما كنا شغالين في سنه 83 لغايه سنه 90. الحكومه تستلم الاجل ده تاني وتربيه، لان هنا عمليه التسويق. لان انت كوزاره الزراعه عرفت انت بتديني خمس قروش في البدايه، هتيجي تستلمه مني في الاخر وحط لي هامش ربح بسيط.
يبقى انا ما طلعتش خسران، ما عرضتنيش لمخاطر السوق. نيجي على نقطة تانية، موضوع التسهيلات الائتمانية البنوك. لا هو ما للأسف ان انت ما بتمشي في إجراءات البنك موضوع صعب، وموضوع بيخلي اي يعني شاب من الخريجين اللي عاوز يجيب 10 روس او 15 راس يشتغل وينتج ويقضي مصالحه. للأسف ان انت ما بتدخل في إجراءات البنك موضوع معقد. بمعنى النهاردة البنك عاوز ضمان، البنك بيصرف على عجل 10,000 جنيه وخمسة تغذية يبقى 15، التلتمية ألف يجيبه كام؟ 20 عجل. طيب النهاردة هو بيحدد لي بياخد الضمانات بس أرض زراعية. البنك بيحدد قيمة الفدان الأرض الزراعية ب 250 ألف جنيه، وده على غير الواقع خالص. يعني إيه ضمانات أرض زراعية؟ هو مش بيمول لي العجول؟ ده أنا بأمن كمان. وأنت بيبقى عندك تأمين على العجل ده؟ لا لا للأسف طبعًا في العجل متأمن عليه، المفروض إن العجل يبقى ضامن نفسه، لأن أنا مأمن عندهم، مأمن على في صندوق التأمين على المشيئة. في صندوق التأمين وبدفع الأقساط بتاعتي اللي ياخد ضمان أرض. ده بياخد مني الأول، أنا ما باخدش أقساط، ده بياخد مني الأول قبل ما بيديني الفلوس البنك، يعني البنك قبل ما باخد الفلوس، لان البنك بيدفع الفلوس على مرحلتين اتنين. رقم واحد بعد التأمين وبعد ما البهايم دي بتيجي او بعد الروس دي ما بتيجي، يبتدي البنك يجي يعاين. لقى الروس يديك الدفعة الاولانية، وبعد 3 أشهر تانيين يبقى الاجراءات البنكية وموضوع الضمانات ده موضوع في غاية الاهمية. واذا كنا عايزين ان احنا نشجع ونوصل لحل يبقى لازم نسهل الاجراءات، لازم نسهل الاجراءات. شايف ان ممكن نوصل لاكتفاء ذاتي وانخفاض للأسعار امتى وازاي؟ شوف انا هقول لحضرتك، الاكتفاء الذاتي مش هيتم الا اذا المشروع اتفعل بطريق او بعدة خطوات تخلي الامور فيها سلاسة بالنسبة للمربي. الراجل ما الفلاح ما يربيش ويجي في الاخر يخسر. اذا ادنا له رعاية صحية، ادنا له تغذية وتوفير اعلاف، ودعمنا له الكلام ده، وعملنا له تسويق صح، الناس انت بتشجع الناس انها تستثمر في المجال ده. وبعدين ده في حاجة، انت عندك 550 الف عجل سنويا كانوا بينذبحهم. طب النهاردة انت في المرحلة الاولى عملت قد ايه؟ قد ايه؟ 8,055 عجل بس. يبقى انا هقف بقى عند الحتة دي. اعتقد ان دي رسالة قوية ومهم ان احنا نحط تحتها خطين، علشان مش دي البيانات على فكرة اللي عندي يعني، فدي مهم قوي ان احنا نشوف التجربة ماشية فين عشان نحقق اهدافنا ونلحق نتغلب على اي تحديات موجودة. بكرة دواجن في برنامجكم أسواق وأعمال.